فلسطين يا أمنا وأبانا. هذه لها قصة قصيدة. تفضل. أنا زرت مدينة الخليل في 2016 بذكر راسي، وأول مرة بزور مدينة الخليل هي مدينتي بعد تقريبا يعني أكثر من 30-35 سنة، لما كنا في المدرسة الإبراهيمية في الخليل وهي بجانب الحرم الإبراهيمي المباشرة. كان مديرنا اسمه محمد يونس أبو شرار وابن عمه لماجد، فكان يعني يطلب منا نقرأ قصائد وطنية، يطلب منا نروح على الحرم الإبراهيمي نصلي، وكان يقول لأنه اليهود راح يأخذوا الحرم يعني، فكان يقولنا حتى اللي مش متدين وحتى مش المؤمن لازم يروح على الحرم الإبراهيمي عشان يثبت وجود إنه العرب موجودين والمسلمين موجودين في الحرم الإبراهيمي، فكنا نروح يعني نصلي في الحرم الإبراهيمي. فلما رجعت بعد هذه المدة الطويلة كان ناصر عبد الله الشاعر الفلسطيني عضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين معنا في تلك الرحلة، أبلغنا محافظ الخليل قال صعب أنكم تدخلوا الحرم لأنه حرب سكاكين، وأي واحد يعني بشكوا فيه ممكن اليهود بيطلقوا عليه النار فورا. قلت له أنا مستحيل، صرت راجع الخليل وما أروح على الحرم يعني، بدهم يقتلوني يقتلوني يعني، أصلا أنا مشروع للقتل يعني، مش عارف ليش ما حد قتلني للآن يعني. وأصريت ورحت دخلت الحرم الإبراهيمي، وبعد ما دخلت صليت هناك، كان الإمام بالصدفة إمام تركي يعني، فشفت طبعا قبر سارة وشفت الحرم وصليت فيه، شعرت كأني أكمل صلاة يعني أنا انقطعت عنها من 40 سنة. والله هذا إحساس أجاني كأني أنا بتابع الصلاة لما كنت في المدرسة الإبراهيمية، وين راح 40 سنة من عمري هيك بسرعة اختفوا. فبعدين لما رجعت كتبت القصيدة. أنا للأسف القصيدة يعني أنا غيرت مقطعها يعني كلمة فيها في السطر الأول لأنها قد تثير بعض السخط. أنا يعني عانيت في كلمة الله إنه يعني إله اليهود أو رب اليهود أو كذا، ولكن صرت أتحايل مرات يعني في بعض الأمسيات المتطرفين وبدل كلمة الله بالليل يعني، فلأن قرأت في مدينة الزرقاء وسببت لي بعض الإحراج يعني. خليها زي ما هي. زي ما هي؟ بالأصل كما طلعت يعني. خليها زي ما هي وبدون إحراج. زي ما هي. فلسطين يا أمنا وأبانا، وجدت الله مصلوبا على باب المدينة، والجنود المدججون بالتناخي والذخيرة يفتشون المسيح المتنكر في زي فلاح خليلي، يدفعون مريم العذراء نحو الحرم، والمدينة تشهق أنفاسها الأخيرة، مدينة مدينة وتكتمل القيامة، تبكي الخليل دمعة من ألم، وبيت لحم تخفي حزنها في منديل راهبة بتول. يا بلادي، يا موطئ المسيح ومهد الأمل، يا حجر جالوت وسيف الوليد، ستكتبين مجد الناصر وترسمين ضحكة الصغار والحقول، تنهضين من يباس الفصول، تورقين خضراء خضراء في أرض كنعان السحيقة، وتكتبين بالدم والدموع فلسطين يا أمنا وأبانا، يا عظم الروح ويا سر الضلوع، يا نهارنا القادم من باب الشمس ومن ضحكات الحقول، ستنتصرين تنتصرين وتطردين الشر عن وجه القرى وتطلقين زبودة النصر المديدة. شكرا.